بيان سماحة المرجع إسحاق الفياض حول مدعي المهدوية. باسمه تعالى، لا شك أن الدعاوى المهدوية التي ظهرت مؤخرا في العراق باطلة ومخجلة وهزيلة في بلد كالعراق، وضالة ومضلة، والمدعون لها كذابون دجالون، ويجب على المؤمنين تكذيبهم والاجتناب عنهم لأنهم منحرفون ومسيئون للمذهب، وهدفهم استغلال البسطاء من الناس بالمال وإبعادهم عن الطريق القويم وزرع الفتنة وإيجاد البلبلة في البلد. وليعلم الناس أن ظهور الإمام عليه السلام بيد الله تعالى، فلا أحد يعلم بوقت ظهوره، وكل من يحدد وقت ظهوره فهو كذاب، كما ورد عنه عليه السلام في أجوبته عن أسئلة إسحاق بن يعقوب: وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره، وكذب الوقاتون. وكذلك من يدعي أنه رسول من قبله عليه السلام أو أنه يلتقي به فهو كذاب ودجال. وقد ورد في روايات الأئمة عليهم السلام أن كل من يدعي رؤية إمام العصر فعلى الناس أن يكذبوه ولا يصدقوه، فما ظنك بدعوى الرسالة عنه؟ وأما إذا ظهر عليه السلام فظهوره يكون أكبر حدث يقع على الكرة الأرضية لتهتز بكافة أرجائها، وليستيقظ العالم بأسره ويسمع صوت دعوته إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، ورسالة رسوله صلى الله عليه وآله، وولاية علي بن أبي طالب وأولاده الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت يأتي عليه السلام بمعجزات تبهر العالم ككل، وتفوق كافة التقنيات المتطورة في المجالات المختلفة الموجودة في العصر الحاضر. ولهذا يؤمن العلماء والمثقفون والمفكرون به عليه السلام، ويصدقون بأن ما أتى به عليه السلام من المعاجز خارج عن قدرة البشر، وبذلك يسيطر على العالم ككل ويحكم البلاد بكافة قاراتها على أساس الحاكمية لله وحده لا شريك له، وهي حكومة العدل الإلهي. وأما ما يظهر بين آونة وأخرى من الدعاوى المهدوية المختلفة فإنها دعاوى باطلة ومنحرفة وهزيلة أساءت بإمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف ومكانته العالية الشريفة ومقامه العظيم. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يعم الخير والسلام أرجاء عراقنا الحبيب، وأن يحفظ المؤمنين من كيد الأعداء الظالمين، إنه سميع مجيب.